الحمد لله الذي لم فتح باب خيوره بمن له فتح له شكوري وأدام للفرح وللأمير كفضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي وشرح صدري بعلم لدني فانشرح له كتابي والأمير قد طرح دنيا وأخرى ذا عذاب وطرح فاذهب لي فلاحا وجوار من فلح يا من هداني سرورا للملح إلى سواي ذو مضرة جنح ولي تقود ذا أمان المنح لوجهك الكريم يا من خد بطح ذاك الأمير بالغلاظ فانطبح خذ المكاره وما يدعو الترح إلى الأمير سرمدا يا من جرح لوجهك الكريم قلد البجح إلى الجنان لي قديما قد رجح خدمت أفضل الورى يا من جزح قديمه الذي بأمن قد جزح وجهت للقديم أنفع الربح يا من كفى ذاك الأمير والزبح أبغيت ذا القديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لك لا تريه من أمر ضرا أو مجح يا من به بقى وأمره نجح منحته يا خير معط قد منح يا من كفاه من قلا أو ارتلح رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح ما على المحسنين من سبيل مها إلهي توجه الضرر عني إلى الأمير قابل الدرر إلى الأمير جملة المكاره سرت حبيب الله خير جاره علي من الله بالصفاء سرت خليل الله ذا شفائي لله قد غدوت قلا حبا وليس يمحوني سوى من حبا إلى النبي وجهت شيئا يرضى عبادة لله جل قرضا أقرأت رب الله كون العبدا خديم من به الخيور أبدا لوجه ربي مضيت في الخدم ولا يريني ما يودي للندم محا رسول الله كل ما خصد لي من أذن ولا ألاقي من رصد حبوت أفضل الورى كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سلام من لوجهه مها الضرر على الذي لي يوجه الدرر نبينا أحمد هذا صدقا قلت له مدحا جميلا يبقى ابتداحيا له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوات نبينا أحمد هذا الفخرا كوني قديمه غدا لي زخرا ما لسوى البشر علي من سبيل إبليس مالا لسواي والقبيل نفاه باخ لا يزال صمدا إلى سواي ويلاقي الكمدا سلم من بي تعلق الحفيظ من كل شيطان وزي قلب غليظ برأني الباقي من الأسوائي مصرنيا بالصح عن دوائي يقي رجائي الكريم خيبة أدخلني خير البرايا جيبة للمصطفى خير صلاة وسلام بلا نهاية كما محى الملم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي والقيوم خادا للمنن بجاه من أبدى الفروض والسنن لي خاد ما فاخ الظنون الحي بما يسرني وذاك طي لي يقود ما يكون عجبا باغ كريم بي يرقي النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمان يجي أميره لين للقلوب رب العالمين وقال لي سر اللمين والأمين أشكره على الأمين والأمين نعم الكريم الفرد رب العالمين إلى سوى يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطاني ليبان كون جملة الأمور لصارف الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا لسواه وهو للنار انحرف هو الذي مكاره انصرفتي له كما جند العلي عرفتي أجابني الحي مع القيوم ولا يزال الحب بالمهيوم لوجه ربي الذي عني عفا عفوت عنه بعد موت ضعفا لست أوجه له الدعاء يضره وهو اصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام من قاهر يبدو به المقام هدم ما بناه ذلك الأمير من الفرع الحق الذي له الأمور وجوه صعب منتقى لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أزكى صلاة من له الأزمان أزكى صلاة من له الأزمان على شفيع جابه الأمان للمصطفى الذي
أميرة مرا بروح وصبي بباكن عمرا هباء باخ من صلاة وسلام كما به عبد المميت زا ظلم يعلم ذلك الأمير أنني لانتخم الباخ بمحي السنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريته الهدى والطهرى أرض الأمير خير باخ صفا لجنة الكل بقى وكفى لذلك الأمير موتان بلا نهاية أضهك من لم يقبلا قلت وإني بالكتاب باقي وغيره لقالق الطباق يا حي يا قيوم صل بالسلام على شفيع المنتقى الماحي الملام يا حي يا قيوم مكون للمنى في أبد بشر لكل الأمنا مصليا عني مع التسليم على الذي خدمته تعلمي إنه من سليمان على أن يقهر قلب كل من له تنازع والإنقاذ الأمن نزعني البركة الله الكريم ممن يشاء وشكوره أروم نزعني مطار الانتزاع إلي وهو فارق امتناعا هدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريد ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتناني نهى لغير الضرر قضاء من له البرايا والفعال والزمن ساخ إلى مسرتي مال نهى باخ يقود للردى والمنها لعنت لي القلوب والأبدان بإذن من في ملكه البلدان ينقاد لي بالقلب ذو البعد كما بالجسم ينقاد قريب حكما مال لغير كل من لم يرضني بلا لقاء مرسل المفضل فذهب من له البرايا ضرها إلى سواي لا ألاق شرها ناجيب خالق البرايا والزمن وخاد لي بقدره بقدر ذاته الأمن لعلكم تشكرون لله وحده تعالى قلت كليتي عبدا له عبدته بصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام له خواطري له أنفاسي بغير عصيان ولا عفاسي لوجهه الكريم قاد البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليا كان بما به صفى ممري والمكان ملكني جملة مالي يا أباه ولي كان للجنان بالرباه أكتب للأملاك فيما حوزت أجوره وبرداه فزت شهدت أن الله قادر على كل ليال ويقول للعلا كرمني بذكره وبالحلال وخال استقامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم واجهني الباسط والجميل ولسوى نهل الأذى يميل نبع عن الباقي الذي قد خدت كليتي له وقد عبدت إلا وجهه إلي أوصل القرى والنزلا إلى الجنان الكل يا من أنزلا لوجهك الكريم ليغفر زللا وعني يبهه وسهزي عللا ليخذ مقدمات جنات العلا قبل الدخول ومرادي لفعلا إلى الكتابة يبسر العقلا واجمع لي المنقول مع ما عقلا وهب لخطي ما يفوق عن صلاة حلاوة ومه بخطيك صلاة جد لكتابتي بيمن قبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم هب القراء منك وهب للنزلا ومنك هب لي الكتاب المنزلا وآتيناه واجهني الباقي بما تقر عيني به وطاب للمقر آيات ربيك الكلي تسر ومالكي كليتي يسر إلى سوى النهو ينحو الضر وليس ينحوني ما يضر تاب علي الله نعم البر وانقاد لي إلى الجنان الدر ينقاد لي في كل شيء النصر وليس ينحوني ابتلاء أو حصر نبع الذي القلب له والأمر لازمني وفيه طاب العمر ألا نمن له العلا والقهر ليول قاد القفا والجهر هدية الباخي بما تقر عيني وطاب بالرضا المقر وليقولوا درست وجهت كلي إلى الكريم وخادني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع العيالي بلا تغرر ولا اختيالي يقود للأجور في الليالي وفي النهاره بالاحتيالي خاد إلي بركات وسلب يمنى المباح للجنابي فانسلب وجهني في الحركات والسكن كرمه وانقاد لي كن فيكن لوجه الكريم أبقى ذاتي معجزة وفرد لذاتي وجه للعظم في عاداتي وبيباها جملة السادات أبلو وأكتب لوجهه كما أرضيه بالمباح نعم حكما ديني حب الله مع حب الرسول عليه تسليماه مع كل رسول ربحت ربحا لا يزال عجبا يغلطني فيه جميع النجبا سبحان من له عبادتي بما لي خال حلا وكفى الضر
فاطمة تسليم باخ النافع الكريم على النبي البشير ذي التكريم لي الله القرآن جبريل محمد محمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغرى وإني أحمد يعينني على الصواب سمد بجاه خير الخلق نعم الجيد أرسل خير العالمين اللحد نعم الإله الأكرم الموحد لله حمد مع شكر يعلد دوام ملك نافع ينفرد له قطاب حامدا وينجد على الذي به الجنان أقصد هب لي كتابك وصف ما يغلد بشري لي يا أكرم الموحد إن كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام الصمد لنا به انقاد هدى ورشد به على رب الورى نعتمد قال لنا القرآن ما لا نجد بغيره نعم الكتاب الأفيد رد مكاره ولي لا ترد ماخن به لي المنى يقلد آياته إلى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى من يرصد إلى سوانا ما يسوء يقصد في أبد به الجنان نريد نفع لغيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الصمد جميل تسليم يدوم المدد به على نبي أمين يحمد بركة عظيمة لا تنفد على أمين في الكرام يعهد رنا سلاما بسنن يجدد لقائد هو المتاع الأمجد يا الله يا رب الورى يا صمد يا من به اهتدى الكرام عبد لمن به منك أتاهم مدد قلل صلاحا بسلام يحمد من مثل أحمد ابتغى لا يجد والمثل لم يرد وليس يرد هوى نبينا الرسول أحمد تقديم من هو القديم الأحد من يمنه أتى الكرام المدد هو الإمام والشفيع الأجود من ربنا به يدوم الرغد لنا ويحو لسوانا النكد درجة المختار ليست تجحد ونوره الساطع ليس يخمد من ربنا به يدوم الأفيد لنا ويحو لسوانا الكمد حبيبنا المختار بان سودد وما حوى في الغر ليس يوجد محمد هو الشجاع السند هو الجميل والسخي سيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي والرسول المنجد دين سوى إسلامه لا يحمد عن الإله وبه نجدد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحزبي ليبان أن الله لا رب سواه الكون كله له وما حواه أشهد أنه الإله والأحد وصمد المول الكريم الملتهب إني له عبد قل وحب وهو لي قل وحب رب له خطاب ذاكرا وشاكرا وللجنان قادر المشاكرا أكرمني بقل هو الله أحد يا مكرما ليس له كفا أحد هب لي ما يسرني وينفع يا خير من يهدي الفتى ويرفع إلي قلت ما يكون سرمدا على رضاك وسرور أحمدا لوجهك الكريم صلي بالسلام عليه في الأحباب وكفني الملم لوجهك الكريم هب لي نورا يستعو واجعل ما مضى تنويرا اكتب لي اللهم ما لا يفنى من المنايا حافظا ما خفنا اجعل بجاه المنتقى ما حصلا هدية وما طلبت حصلا لوجهك الكريم هب لي كونا لك أحب والكجم اللونا لك جعلته إلى الجنان وديعة صف به جناني هب لي كونه أحب صرمدا إليك من سوى الذي لأحمدا مد له ما لا يعد أبدا من المنابي وبشر أبدا حاولت منك خدمة له تسر بلا نهاية حصفت ما عصر من بجاه من تسرت سرور لو علي بتلازم البرور محمد صلى الله بالسلام عليه بالآل عليه في الحزب له من القلم ديني كوني عبد ربي وخديم رسوله الذي السيادة تدوم رضيت بالله تعالى ربا عبدا له نعما وخلا حبا سألته وبالنبي نبيا رضيت خادما له مرضيا وهو وسيلتي وقلي حبي شهد لي بسلم الله وربي لله كلي غدا عبادة وبي يباهي سرمدا عبادا أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله للرسول لله والرسول والكتاب كليتي حباب لا عتابي لك توصلي بخير مرسلي وخير منزل لخير مرسلي هب لي باقي كل ما أحواه يا من له الكون وما حواه صلاة ذي العرش وذي الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتقى رمت صلاة بالسلام إلى الوصل بكما له الخلام للمتبى رمت من الباح الكريم غير صلاة بسلام لا يريم أسكى صلاة الله ربنا الأحد أصطمى للباح النفوع الملتهب
إلى النبي والرسول سرمدا وجهتها مع السلام الحمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمني لك خطابي بالارتياب وجبت بالظاهر والغياب هب لرسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اختفى أو خفدا على النبي حيث اختفى أو خفدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد خير الأنام بلغ صلاتي وسلامي زغتنام لوجهك الكريم قلد البشر للمنتقى في حزبه رب البشر اكتب له وللجميع الآلي بشارة في الحال والمآل صل على النبي في الآل والسهب الكرام صل وسلم وانحي يسر للمرم لوجه باق لا يزال بكريم لخذ بلا أذن جميع ما أروم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا هب لي إلى الجنات كل ما أريد مرتديا عني دواما يا مريد وجه لأفضل الورى يا أحمد وجه لأفضل البرى يا أحمد بعد صلاة وسلام حمدا سلام من ما عنده لا ينفد مع صلاة بمناه تفد لأنبيائك ورسلك العظام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مشارك حروفي يا واهب الكرم والمعروف مد له في كل ما مني يفي منك بشارات وأمن حيفي بارك لي اللهم في كل يدي اذكر جميع عملي ونيتي أبوتني بخير ذكر راضيا عني وكنت لي في أغراضيا زدت لك الخصائد المشكورة ولا تزال أبدا مذكورة بيّنت لي كونك لي تبينا وهبت للولادة والتليينا هب لرسول المصطفى النبي صلاة ذي العرش وذي الكرسي محمد مدح النبي المنتقى المقبول جاد به لله في السبيل حمدي لباخ جاد بالمأمول وجاد بالمكسي بلا قبول محمد ذو الحق والتنزيل ليس بمخفوض ولا معزول مع رسول الله ذو الترتيل قصد الأزع إلي بالتبتيل دعا صفى الحياة بالتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد ذو السبق والقبول زهزه إبليس مع القبيل حمدي لمن به عن التأويل أعنى مع الكشف وبالتنويل ملك للمغني عن الدليل ما خادري كسرا بلا تخليل مال لغيري كل ذي تضليل بطرد رب المانع الجليل دعا مدادي صفا معقول للخط في سبيلنا المنقول مها إلهي بالنبي الرسول قصد العداد باقيا بسول حاد لغير ترك المفك الفضول وعدت للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جل عن فصولي بشرني وفص بالوصولي ملكني من جل عن وصولي تملك ذي الإجمال والتفصيلي ديني كتابه بلا عقولي أعمالي اختار ولا تبديلي مد إلي والد البتولي صلى عليه واهب الترتيلي حباؤه مع حباء الإيلي وبالكتاب للعلي وإيلي ملكني الباخي مع الزيولي حلا وأشكر بلا عيولي محمد اللي كان بتسهيلي والخلق عن زخري في الزهول دفع لي ربحا بلا بطول باخ محد كانها تعطيلي محمد إلي يسو توصيلي ما لا يرى لغير ذا حصولي قص به من مالكي قليلي للحمد والتكبير والتهليل ما راموا قبلي كل جيلي من المنى وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنزول بلا الدهن ما شئت من نسولي ديني خدمة النبي المقبول بما لي اختار مع السبيل محمد ملك صلاة وسلاما عني باق النبي وتقبل مني حط النبي بسرور وصفا والأمن يا من بمحيط وصفا مد بلا نهاية أشهى بشر إلى النبي المنتقى خير البشر ملك رسول الله عني الصلوات لم يكن خط مثلها في الصلوات دوام تسليمات ذي الجمال عن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم عني يا باقي عطايا لا يريم حطته إلى الجنان بالعطايا يا من محى عني به الخطايا مد له حيث توجه الأمل يا من غدا كل له خير عمل من على خير البرايا بمنن عني كما أبغى الفروض والسنن دوام تبشير الكريم الصمدي على النبي رسوله محمد مد إلى خير البرايا أحمد غرضه يا خير باقي الحمد حطه بما يسره وينفع في الآل والمآل يا من يرفع
مدله عني بما يهواه يا من له الكون وما حواه من للنبي الله ما لا يعلم عني من المنى وأنت أعلم من للنبي الله ما لا يعلم عني من المنى وأنت أعلم داعي مصلي والتسلم عني على النبي وتقبل مني محمد مع الأباطل بحق محمد عني يقبل خطبنا محمد حمدي لمن هو الإله الصمد وينتهي به لغير الكمد من علي ذو الجلال الأحد بمنن في أبد لا تجحد من الذي ما عنده لا ينفد أبغي المنى وللشكور أحفد دفع باطلا وما لا يحمد بالله عني قبل ذا محمد رجب رفعت أمداه لأفضل البشر وقال لي ما لا يريد من بشر يذاق ربي جاءني جميلا وقبل عام قدمها قمنا براء ما صر لي إلهي بلا لقاء حاصل أولاه رجب رد إلي اللهم الاختارا قبل فوات فرحا مختارا جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم رجب رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي يقين رضيا جد لرسول الله لي ما يسر ولا توجه للنبي ما عصر بالله والرحمن والرحيم هب لما يدوم فرحة بلا رهب رجب ربي استجب ربي استجب ربي استجب ربي استجب ربي استجب لي استجب جميل كلي بجمال وأمان وليطيب دون طر الزمن بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا أقرع محمد مها عيوبي ومها أدناسي مؤيس مني مال الخناس حمدت من عصمني من باسي وكان لي خطا بلا التباس مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس مد إلي من له جناسي بشارة تبقى بلا أدناس ديني عبادة الإله الناس بحب مختار من الأناس محمد رئيس كل راسي عليه تسليم العليم براسي حماية الماهي عن الحراس تغني وترضه عن التراس مها انتحى الوسواس كالمعاصي نهي به العني عن نعاسه مد لي الأمن بلا إيجاسي من كل وصاف عن الأنجاس دعا لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاسه عامة سشن علم العليم والقدير خادا الغيب لي معرضا فانخادا عتاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا درجتي اعتلت الى الجنان من دكشش في الله ذا امتنان كرمني الباخي بلا اهانه وخاد لي من دكشش اعانه سيعلم الورى جميعا اني من دكشش فزت بخير مني شكر ربي ابدا كليتي من دكشش وخاد لي هديتي عام شهيده لي كرمه علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قلت توحيدي له إلى الذي ما إله من ساني كليتي وجهت ذا أماني ملك كل الله تملكا يدوم وعنده قفرت عبده القديم شهد لي كرم باغب الباقي بأنني عبد قديم باقي هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل كلي درجتي أعلى الخديم الباقي ذل أراضين صرع والطباخي لغيري الأسى وكل مفسدة لي ليس ينحو مفسد أو مفسدة ينحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح كفاني المستهزئين الله طرا ولا إله إلا الله رضيت عن ربي وربي رضيا عني خديما باقيا مرتضيا مد بقدر زاديه الباخليا كرمه وكان لي في سوليا هديتي من الإله للجنان لي فرحة لدى المطهر الجنان الله أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع للخاد كل ذي امتناع رضيا لي أبدا عن مالكي مرتضيا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل أنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحوس المجرمون لوما بأني الدارين عبد الله
خديم عبده ابن عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مغرض كل مجرم ومجرمة كتبه أحمد صلى الصلاة على الذي محل أذى خلاتي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه وهمدي قلت وخاطبت النصارى قبله والبك بعد ذا شكور الكبل قلت وقد أزال ربي ضرا وبالنبي قد كفاهم طرا أيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالخيور أرتجي أكرم به ربا يقول ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكره وبلساني وفؤادي أذكره عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهد لي بقولي معا يوما جميع العالمين جمعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمنايقاتنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجاد لي بما يسرني وسولي قاد لي